مبروك لك يا فهد يا فرحة سنيني يا نبض قلبي وأولى من نظر عيني مليون مبروك لك من قلبي يا هدي إنجازك اليوم رجح في الموازين إنجازك اليوم رجح في الموازين مبروك لك يا فهد يا فرحة سنيني مبروك لك يا فهد يا فرحة سنيني يا نبض قلبي وأغلى من نظر عيني مليون مبروك لك من قلبي يهديها إنجازك اليوم رجح بالموازين مبروك لك يا فهد يا فرحة سنيني يا نبض قلبي وأغلى من نظر عيني مبروك لك يا فهد يا فرحة سنيني يا نبض قلبي وأغلى من نظر عيني يا كبر فرحي وسعدي فيك يا وليدي شكور لك في مقر العز تمكيني أمك وفيك أفتخر يا الغالي واتباهى وإنجازك اليوم لا محد يباهيني يا كبر فرحي وسعدي فيك يا وليدي شكور لك في مقر العز تمكيني مبروك لك يا فهد يا فرحة سنيني يا نبض قلبي المرتضى فاليوم لإنجازك كل البشر فيك يا فهد تهنيني أعتز بك يا الغلا وبسمة أياني وافخر لي الناس يوم فهد تناديني شهادة المرتضى فاليوم لإنجازك كل البشر فيك يا فهد تهنيني التواصل على جوال 05333 يا مغم ضعوي خذت المجد بفعالك متميز حالي في كل المياديني العلم ساسك مع التخطيط والهمة والجهد والعزم والأخلاق والديني يا مغم ضعوي خذت المجد بفعالك متميز حالي في كل المياديني يا نبض قلبي وأغلى من نظر عيني معرب الجد وكل الطيب في أصلك يا راعي الطيب يا نسل السلاطيني والشيخ إبراهيم الحزمي هو جدك شيخ له المجد يشهد ببراهيني معرب الجد وكل الطيب في أصلك يا راعي الطيب يا نسل السلاطيني هم عالي قوم المطانيخ ورجال الميادين أهل الشكالة وأهل الجود والعز تاريخهم ناصر عند أبهى العناوين أعلى الشكالة الحزمي هم عالي قوم المطانيخ ورجال الميادين مبروك يا فهد يا فرحة سنيني يا نبض قلبي العسكر وتشهد مواقفهم ناس انت جيران الذي يطلبها وتعيني خيالة العوجال يا من جاهم العادي ترتي عداها وتجعلهم قرابيني خوالك العسكر وتشهد مواقفهم ناس انت جيران الذي يطلبها وتعيني تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها الحقوق محفوظة وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021